انا عندي التفضيل مع الصفه القصيره اللي هي شورت ادجكتيف، بضيف للصفه القصيره اي اس تي وقبلها ذا، يبقى ايه اللي قبلها؟ ذا، وايه اللي بعدها؟ اي اس تي، يبقى قبلها ذا وبعدها اي اس تي. يعني مثلا صفه زي طول، عايزه اقول الزرافه هي اطول الحيوانات، الزرافه هي اطول حاجه ما بين الحيوانات كلها، حيوانات كتيره، يبقى انا كده عملت التفضيل الزرافه مع الحيوانات كلها، فهقوم قايله احط على الصفه اي اس تي تبقى تولست، واحط قبلها ذا يبقى ذا تولست. يبقى انا عندي طول بقت ايه؟ ذا تولست. اللي انا عملته صفه قصيره طول احط عليها اي اس تي، حطيت عليها اي اس تي بقت تولست، واحط قبلها ذا بقت ذا تولست. طيب تعالوا ما ناخد المثال اللي انا لسه قايله لك عليه. عندنا الزرافه ذا جيراف، ذا جيراف از عشان هي مفرد تاخد الفعل از، الزرافه مالها؟ ذا تولست انيمال، اطول حيوان. هنا انا قلت مثلا اطول من الاسد او اطول من السلحفه او اطول من القرد، ما قلتش حاجه خالص، ما قلتش غير اسم الزرافه بس، وما بين الانيمالز الحيوانات كلها. يبقى انا الزرافه كده عملت لها تفضيل مع باقي الحيوانات، يبقى هي الاطول، يبقى ذا تولست. ينفع هنا اقول تولر زان؟ لو قلت تولر زان هتبقى غلط. ليه بقى؟ لان مفيش اسم حيوان تاني معاها، يعني انا مش عامل مقارنه ما بين الزرافه والفيل مثلا، مفيش اي اسم حيوان هنا عشان اقول تولر زان، يبقى انا هعملها تفضيل الزرافه هي الاطول، يبقى ذا تولست، ذا تولست. طب المثال اللي انا لسه قايله لك عليه من شويه، احمد هو الاطول، يبقى احمد از ذا تولست in the class. class دي معناها الفصل، الفصل بيبقى فيه واحد ولا اتنين؟ لا ده بيبقى فيه حوالي 40 طالب، كتير. يبقى انا عملت تفضيل لاحمد مع الفصل كله، سو هنا احط مع الصفه طول اي اس تي وقبلها ذا، يبقى طالما انا بعمل تفضيل مش مقارنه احط الصفه اي اس تي وقبلها ذا. طيب اديكم بقى مثال من الكتاب من عندكم. عندي sunflower هي أكبر وردة ما بين ديزي، مش أنا اديتكوا ديزي الأقحوان، اديتكوا روز، عندنا لوتس فلاور، عندنا sunflower. sunflower هي أكبر واحدة في الحجم، حجمها أكبر حاجة، فأنا عايزة أعمل تفضيل لوردة sunflower، هقول the sunflower مالها بقى؟ ذا sun فلاور عايزه اقول big، big يعني كبير الحجم، the biggest flower. the sun فلاور is the biggest flower. فين الصفه؟ الصفه big، عملت فيها ايه؟ حطيت قبلها ذا وضعفت الجي كمان مره وبعدين ضفت اي اس تي، يبقى انا بضيف اي اس تي واحط ذا قبل الصفة، يبقى ذا صفة قصيرة اي اس تي، ذا صفة قصيرة اي اس تي، ذا هي صفة قصيرة big اي اس تي. بس ناخد بالنا ان الجي مضاعفة، لان قلت لك لو الكلمة الصفة منتهية بساكن زي لتر جي وقبله متحرك اي نضاعف الجي كمان مرة، تبقى ذا biggest flower. يبقى انا كده عملت تفضيل لمين؟ لزهرة دوار الشمس اللي هي sun flower مع الورد كله، مش مع وردة واحدة، يعني أنا هنا ما عملتش مقارنة مع sun flower مع مثلا روز، ما قلتش اسم sun flower وروز، أنا قلت اسم sun flower بس وقلت flower الورد كله، يبقى هنا أنا فضلت وردة دوار الشمس على الورد كله إن هي أكبر حجما. يبقى في الصفة القصيرة يا عبد الله بحط قبل الصفة القصيرة إيه وبعدها إيه؟ قبلها ذا وبعديها اي اس تي. ماشي يلا يا يوسف، في التفضيل يعني ايه التفضيل اصلا؟ يعني ايه انا بعمل تفضيل للصفه؟ يعني بفضل الصفه عن الصفات كلها. بفضل حاجه على مجموعه، ممكن حيوان على مجموعه حيوانات، ممكن شيء على مجموعه اشياء، ممكن شخص على مجموعه اشخاص، ناخد بالنا ان هي حاجه واحده مع مجموعه، حاجه مع مجموعه، حاجه واحده بس مع مجموعة، ممكن يبقى مجموعة حيوانات، مجموعة أشياء، مجموعة أشخاص،
المهم ان هي حاجة واحدة. طب قولي مع شورت adjective اسم الايه؟ هزود اي اس اي. انا بحط اي اس تي على الصفة القصيرة. تمام، وايه كمان؟ و بعد بزود اي اس تي على الصفة القصيرة، وقبلها بحط ايه؟ ذي، ذا. بحط قبلها ذا، يبقى الصفة القصيرة في التفضيل مش في المقارنة. يبقى انا اخد بالي وانا بذاكر، وانا بذاكر المقارنة ولا التفضيل؟ انا بذاكر التفضيل. يبقى مع الصفة القصيرة احط قبلها ذا وبعدها اي اس تي، طول هتبقى ذا تولست، بيج ذا بيجست. طب لو شورت قولي كده يا محمد صالح، عندي صفة شورت يلا احط عليها ايه؟ احط قبلها ايه واضيف عليها ايه؟ محمد صالح قبلها ذا وبعد وبدا ايه وايه اس تي. تمام، تبقى ايه بقى على بعضها؟ ذا شورتست. يبقى شورت هتبقى ذا شورتست. انا ضفت اي اس تي يبقى شورت بقت شورتست، وذا قبلها لازم ذا. طيب لو عندي صفه ثن يعني رفيع، مين لسه ما جاوبش معايا؟ ليان يلا يا ليان كده. ها ثن يعني رفيع، عايزه اقول الارفع، عايزه اقول الثعبان هو الارفع. الثعبان هو الارفع. ذا ايش ممكن نكتب المثال ده برضو؟ ذا ثعبان يعني ايه؟ سنيك. سنيك ذا سنيك از سنيك. قولي لي الارفع. الارفع في الغابة هو الارفع، مثلا ما بين الاسد والبجعة والدب. ذا سنيك از ذا سن، دي بقى عايزين نحطها في التفضيل. هتبقى السن هتبقى ايه في التفضيل؟ رفيع يعني سن. هتضيفي عليها ايه؟ ما احنا ساعات قاعدين نقول هنضيف ايه، بنضيف ايه على الصفة القصيرة؟ هي الصفة القصيرة اي اس تي بقت ذا ثينست. وناخد بالنا ان انا مضاعفه الان كمان مره علشان قبل الان اي متحرك زي بيج كده. انا عملت البيج ايه؟ ضعفت الجي. هنا نفس الحكايه، ضعفت الان عشان قبله متحرك اي، عشان قبل الجي متحرك اي. يبقى ذا سنيك از ذا سينست انيمال، هو ارفع حيوان. اوكي، ده بالنسبه لايه؟ هنحط هنا ذا سينست، سين هتبقى ذا سينست. طيب ده بالنسبة للصفة القصيرة، طب فين بقى الصفة الطويلة زي beautiful و dangerous والكلام ده؟ احنا في المقارنة اللي عارف يفتح الصوت ويقول، في المقارنة كنا بنضيف ايه على الصفة الطويلة؟ more و less. more و less قبلها more او more و less. ممتازين، مقارنة مع الصفة الطويلة. بعدها هنا بقى تبقى ذا موست ذا ليست، ذا موست ذا ليست. يبقى هنا الثانية كانت مور، هنا هتبقى ذا موست. الثانية كانت لس، هنا هتبقى ذا ليست. ذا موست يعني الأكثر، ذا ليست الأقل، ومور كانت أكثر وليست كانت أقل. أنا بس خليتها في الإيه؟ في التفضيل، ذا موست ذا ليست. وبعدين صفة طويلة long adjective. بس مش هضيف اي اس تي بقى، انا ما بضيفش حاجة على الصفة الطويلة. فاكرين لما قلت لكم مور ولاس صفة طويلة ما بضيفش عليها حاجة، لان هي اصلا كده كده طويلة، مش هقعد انا اطولها اكتر. فمثلا صفة زي beautiful ما ينفعش انا اقول beautifulest او beautifuler، مش هضيف عليها حاجه خالص، هخليها زي ما هي بس احط قبلها the most the least معناها الاكثر. يعني مثلا عندي صفه dangerous
دينجروس يعني خطير، صفة طويلة اهي. طب انا عايزة اقول الاكثر خطورة، الاسد هو الاكثر خطورة، يبقى the lion اللي هو الاسد. هنا قلت اسم الاسد بس، is the most dangerous animal. قلت هنا animal حيوان، ما قلتش مثلا الفيل مثلا، ما قلتش اسم اي حيوان تاني. يبقى the lion is the most dangerous، الاسد هو الاخطر، او هو اخطر حيوان، مفيش اخطر منه. يبقى the lion is the most dangerous animal. The lion is the most dangerous animal. فين الصفة الطويلة؟ dangerous. طب عملت في الصفة الطويلة ايه؟ حطيت قبلها the most. يبقى ايه الاضافات اللي انا بضيفها؟ مفيش اضافات، انا احط بس قبلها the most او the least. The most الاكثر، the least الاقل. طيب عايز اقول الفار هو اقل خطورة، يبقى the mouse is the least dangerous. يا ريت اللي فاتح الصوت يقفل. The mouse is the least dangerous animal، يعني الفار هو أقل خطورة في الحيوانات. The mouse is the least dangerous animal. عندي الصفة dangerous حطيت قبلها the most فوق، وحطيت قبلها the least. طيب تعالوا كده بقى ما نشوف اللي عندنا في الكتاب. ذاكر امتى تضيف est لو الصفة اخرها واي زي heavy. كنت بعمل فيها ايه عشان اضيف er؟ كنت بشيل الواي واحط اي واضيف er. هنا برضو نفس الحكاية، هشيل الواي واحط اي واضيف est تبقى heaviest. طيب لو الصفة زي بيج انا لسه قايل لكم عليها في المثال، بعد اخرها ساكن وقبلها متحرك، هضاعف الحرف الاخير كمان مرة يبقى biggest، وبعدين اضيف est. طيب لو الصفة اخرها اصلا e زي nice، مش هضيف اي اس تي بقى، هضيف اس تي بس، لان الاي اصلا هو اصلا الصفه منتهيه بايه، هضيف اس تي بس. دي قواعد اضافه اي اس تي.